مشكل هو أننا وقد بدأنا منذ 2015 منذ صدور تقارير منها تقرير البنك الدولي وتقرير مجموعة الخبراء للجياك المشار إليها إلى آخره، وبدأت معالم الأزمة تبدو. كنا نطالب دائما نحن المشتغلين على مجال يعني حماية البيئة أو دراسات المرتبطة بها، كنا نقول لا بد من القيام بمجموعة من الإجراءات. كان ينظر إلينا و يستمع إلينا بكثير من الشفقة، وفي بعض الأحيان ببعض يعني بابتسامة لا تدري أي معنى هو لها. كنا نقول على أنه إجراءات بسيطة، أن نخفض من درجة الضغط في الشبكات في المدن ليلا، أن نقوم بمجموعة من الإجراءات، لأنه ما يتوفر لدينا اليوم كما قلت هو يستنزف، وبالتالي يجب أن نعمل كل شيء من أجل الحفاظ عليه واستدامته أطول مدة ممكنة. وهنا الخطأ الكبير الذي ارتكب نحاول إصلاحه اليوم، بحيث الوزير المكلف بالقطاع بعد اجتماع مجلس الحكومة الخميس الماضي ذكر وأشار إلى أنه سيتم اللجوء إلى بعض يعني الإجراءات كتقنين توزيع الماء وقطع الماء في بعض الأماكن، وهذا الآن أصبحت مسألة حتمية لا خيار لنا فيها. حتمية، مسألة حتمية. إذا تحدثنا مثلا عن حوض أم الربيع وعن المدن الموجودة به وعن وضعية مثلا سد المسيرة اللي فيه 1.8 من الحقينة، وهذا ثاني سدود المغرب فيه 2.7 مليار في الحقينة دياله، فلم يعد لنا أي بديل سوى أن نحلي ماء البحر، أن نعالج المياه العادمة التي نستعملها، ما يعرف بالموارد غير التقليدية. وهذه المسألة أشار إليها جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية البرلمانية في السنة الماضية، وقد ترأس جلالته عدة اجتماعات في الديوان الملكي في هذا الموضوع لتنبيه الحكومة الفاعل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي إلى أنه لا بد من القيام بشيء. بمعنى على أنه عندما تقول على أنه حقينة السدود التي يعني هي 18 مليار ونصف متر مكعب لا يوجد بها حاليا إلا 23%، فلك أن تستخلص النتائج التي يهديك إليها عقلك بشكل منطقي، وتقرر أنت ما الذي ينبغي عمله مما لا ينبغي عمله. وبالتالي هذه المسألة هي هدف كبير، هدف مصيري، لا يمكن أن تصل إليها إلا إذا كان الجميع على بينة، الجميع على وعي، ولكن هناك وصلوا الخبر، لأنه كين قطاعات وكين ناس مع الأسف لحد الآن، وربما هذا راجع إلى التباين الموجود الآن على مستوى الأحواض، فالأحواض المائية التسع الموجودة في المغرب هناك فقط يعني حوض اللوكوس وحوض تنسيفت للمستويات تقترب من 40%، الباقي كلها دون 20%. وبالتالي فهناك مناطق الآن هي مرتاحة من حيث المخزون المائي، ولكن مناطق أخرى تعاني وستشكل مشكلا حقيقيا خصوصا على المستوى الديموغرافي، لأنه الساكنة في هذه المناطق القاحلة الآن أصبحت تهجر إلى المدن ومنها إلى المناطق التي يوجد بها الماء، وهذا رد فعل بشري طبيعي لابد أيضا من أن ندرسه، أن نتوقعه، أن نقوم بوضع المخططات الاستعجالية، لأن المخططات هناك مخططات على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وهناك مخططات استعجالية.